واو، إحنا هنكون زميل في السكن؟ What's that؟ أعتقد كده. نشوف الأوضة. واو. ده كابوس. سريري الخاص. أوبس، ده مكسور. دي مش أوضة، دي كارثة طبيعية. أنا عندي فكرة، إحنا هنجددها. أنا عملت سكتش الخطة. أوه لأ، المبتدئين مش ممكن نثق فيهم أبداً. أنا هسأل محترف لو يساعد. هاي يا حبيبتي، شكلك جميل. يلا، شفت ده؟ لسه السرير ممكن يتصلح. يلا نشوف. تصميم الأوضة جاهز، ستايلش وغالي. شكراً يا عزيزي، أوضتي هتكون الأفضل في العالم كله. جامب سوت للبناء، أدوات، خوزة. أنا معايا كل حاجة محتاجاها. خوزة ورق. أنا هعمل رفضة شعر من شراب. جاهز. وبس، النضارة بتاعتي اتكسرت. اللزق ممكن يصلحها. الأدوات هي الحاجة الوحيدة اللي ناقصة. مفك هنا، نشر هنا. التجديدات مسلية قوي. هنقيس ونقطع. وقت الدهان. الدهان هو الشيء المفضل عندي. كله خلص. الجرايد مش للقراية بس، أنا هضيف شوية لزق وأزين الحيطة بجورنال. شكله ستايلش جدا. ده ممل. خدي بالك، أنا ممكن أستخدم المجلة دي بعدين. في صور كتيرة لطيفة. أنا هختار الأفضل فيهم وألزقهم على الحيطة. لطيف. مفيش يوم أجازة. هعمل حاجة مشوقة من ده. جاكيت فارو، أنا محتاجاه. واو، الهولا هوب ده بقى فخم جدا. ستارة، رائع. هثبت الستارة في الهولا هوب. وهيكون عندي ناموسية ستايلش مصنوعة بالإيد. مرتبة للسرير، تمام. أنا لقيت مرتبة أنا كمان. لكن هي مش مريحة قوي في النوم. أنا عارفة، ممكن أعمل مخدة من كيس مهملات. لا، ما كانتش أفضل فكرة. لكن المخدات القديمة بتاعتي هنا، هم عمرهم ما بيخزلوني. أزين السقف بإيه؟ غطا ناعم. المخدات المفضلة عندي. لا، المكان ده مش فاخر كفاية. أنا عارفة، المخدة اللي محشية فلوس هي اللي أنا محتاجاها بالظبط. دلوقتي ممكن آخد راحة. إيه ده؟ هي إزاي وصلت هنا؟ كوين؟ هحطه تحت المخدة بتاعتي علشان يجيب لي حظ. النبات بيخلق أجواء مريحة على طول. أنا محتاجة خضرة. المناظر هنا رائعة. المنظر بره شباكي هيكون بنفس الجمال، لكن الأول لازم أعمل شباك. ورق كرتون، قلم رصاص، مقص. الشباك خلص، شوية لزق وبقى فيه مقابض. المنظر بيتغير على حسب المود بتاعك.
كأني بسافر العالم كله. أفضل طريقة للاستمتاع بالنسبة لي هي التمتع بالفلوس بتاعتي. في حاجة ناقصة. طبق أنوار. المكان شكله مريح جداً. مجوهراتي هحولها لزينة. الأجواء دايماً هتكون احتفالية من هنا ورايح. وأنا هعمل زينة من ورق ملون. هقطع حمالات وألزقهم في حلقات. أنا لازم بس أجمعهم مع بعض. دلوقتي ممكن أعلق الزينة بتاعتي. لطيفة. هنزين برطمان بورق كرتون. هنعمل سلك على شكل قلب. نلف خيط نور الاي دي حواليه ونحطه في البرطمان. عملت أباجورة. أنا بس هضيف شوية تفاصيل. سجادة، ترابيزة وخزنة. دلوقتي بقى مثالي. كمان في ستاند ميك اب. مولي، أنا تعبت. أنا محتاجة مساعدتك. اتفضلي. واو، أستك مطاط. مثالي. بيخلي الشغل مريح أكتر بكتير. أهو، أنا بوظت ملمع شفاف بتاعي. أنا لازم أنظفه. أوه، رول مفيدة. أنا هعمل ترابيزة قهوة من الستايروفوم ورولز. أنا عبقرية. شوية ريش وجليتر. دلوقتي عندي العلامة الخاصة بتاعتي. مولي الغنية هنا. هحطها فوق علشان كل الناس تشوفها. لكن أنا عندي زميلة في السكن. هي ممكن تستخدم علامة مفلسة. إيه؟ هي دي وقاحة جداً. أنا محتاجة علامة جديدة. كاري عايشة هنا. أنا هزين الرف بأكتر حاجات سمينة. في مكان كفاية شوز كرتون وبراد مية. أنا هاخد صورة. ووبس، الترابيزة ما قدرتش تستحمل. شراب. أنا عندي فكرة. أنا هحط شراب في الرف. ودلوقتي بقى عندي جراب للتليفون. كاري، إحنا لازم نروح الكلاس. جاية. شراب واحد أحسن من مفيش. هاي فلافي، عجبك المكان الجديد بتاعك؟ أنا كمان عجبني. الكلب ده لطيف قوي. أنا كمان عايزة أجيب حيوان أليف. بار بيبي، استني، ممكن تكوني الحيوان الأليف بتاعي؟ هي وافقت. شهير، زفير، مولي، ساعديني، أنا وقعت. كاري، ساعديني. واو، مولي، البيت بتاعك مريح جداً. عندك حاجات كتيرة مشوقة. خليني أصلح الميك اب بتاعي. طيب وأنا؟ أنا هخليك عروسة كمان. طيب إحنا المفروض نعيش هنا؟ فعلاً؟ أنا عجبني. طيب يا شباب، أنا هاخد البانيو. أنا دفعت عشانه بكريدت كارت ذهبي. أنا معايا كاش كتير. أنا معايا كوين معمول من الشوكولاتة. أي زاوية هتخلي شكل فلوسي أفضل؟ يو، ده تقيل قوي. هولي، ايه الفوضى اللي جبتيها دي؟ اوه، صندوق. انا محتاج واحد بس. انا هحوله ليه؟ واو، هولي بالفعل خلصت هيكل سرير. هي
دي وقاحة جدا، البانيو ده مش مناسب ليا، الجاكوزي الذهبي هو اللي مناسب. واو، ايه ده؟ لا انا محتاجة حيطة فاخرة، الريد فالفيت مثالي الملكة. شاب ديليفري هنا لو سمحت، هات حمام السباحة فوق. خلاص كده بالراحة، ما توقعهوش. هاي شكرا، شكرا على شغلك، باي. انا كمان عندي بانيو بستايل الورق المعجن، انا عملته بنفسي. كل اللي محتاج اعمله هو ان انا الون الهيكل عشان يليق على البانيو. لطيف، ايه الريحة الرهيبة دي؟ ده انا محتاج ستارة للبانيو. ورق الكرتون ده هينفع، انا محتاج قفل، عمود ستارة. دلوقتي ستارة الشاور اللي من ورق الكرتون بقت جاهزة، كمان بتيجي معاها سجادة. كولين، هاي كولين، انت هنا؟ وبس، هسيبك تكمل. هاي، انا محتاج ليفة. اسف، خلصوا. ايه كلهم؟ مين محتاج كل دول؟ كان في بنت هنا، لو فكينا الليفة هنعمل ناموسية سرير رائعة. انا محتاجة نور، خليها تنور. انا كمان عايزة ده. الناس الاغنياء محظوظين، عندهم انوار نيون. الشيء الوحيد اللي عندي هو فلاش الموبايل، لكن ده كمان كويس جدا. ليفات مختلفة هيكونوا مثاليين في البانيو اللي بيتنفخ بتاعي، وهيكون عندي الشباك الخاص بتاعي. ممكن أغير المنظر زي ما أحب. الشمس مشيت، ده وقت النوم. يلا نخلص التصميم بالسمك، ودلوقتي الفلوس. هي مولي مش هنا؟ رائع. واو، ده ذهب خالص. انا هبشر لنفسي شويه بودره ذهب. ها، ايه الصوت ده؟ انا بلمع البانيو المولي. طيب، فيو، انا محتاج شويه ذهب. اوبس، ميه، اعتقد اني بلغت شويه. انا عملت حفره في الجاكوزي. كولين، انت غريب جدا. انا محتاجه ذهب اكتر. انا عندي فكره. الو، انا مستنيه. تسليم ديليفري مباشر من السفينه. واو، ذهب قرصان، انا حبيته، هيخلي اوضتي شكلها غالي قوي. ممكن اضيف ذهب كمان وزين الحيطة كلها بيه. الذهب لايق جدا مع الأجواء بتاعتي. أنا هعوم في الفلوس. كل بنت غنية بتحلم بده. غطا ذهبي ومخدة، أنا هنام في فخامة. ورق التويلت، ده كل اللي أقدر على تكلفته. هاي، إيه ده؟ مية من فوق؟ هاي هولي، ايه اللي حصل؟ انت بتسربي، اعملي حاجة في الموضوع ده، هصلحه حالا. خلاص كده انا قفلت الفتحة، يا ترى نفعت؟ ايوة، رائع. هاي، انا بغرق تاني. هولي، ايه؟ اوبس، كولين، ازاي تتجرأ؟ الابتكار الغني بتاعي، بيضة ذهب. تعالي هنا يا حبيبتي. أيوة، البطة الذهبي فاسد. كواك كواك كواك، الجاكوزي ده للأغنية جدا بس. البانيو بتاعي ناقصه حاجة. دلوقتي بقى عندي شاور، هايل. لكن لسه ما عنديش ليفة. أنا عرفت هعمل إيه.
أنا هكسب فلوس من الموسيقى بتاعتي. فالموسيقى بتجمع الناس مع بعض. واو! أوه أيوة، دلوقتي ممكن أستخدم الفلوس دي عشان أعمل ليفة. دي فكرة بمليون دولار. ايه رأيكم يا شباب في الأرفف الملونة بتاعتي؟ ها؟ شكلها رائع، لكن ورق الكرتون أفضل حاجة. أنا هعمل منه حاجة. دلوقتي كل منتجات الحمام المفضلة عندي بقى ليها مكان، ما عدا دول. كولين، انت خلصت الرف بتاعك، توقيت مثالي. عندك منى؟ شكرا. العفو يا هول. الطبق بتاعي مين اللي اخذ منه قطمه؟ المج المفضل عندي. ايه اللي حصل لك؟ انا بحب المرايه الموزايك بتاعتي. مولي، مين ممكن يكون كسر الاطباق بتاعتنا؟ ما عنديش فكره يا شباب، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ بصي، المزيك ده شبه الكوبايه بتاعتي والطبق بتاعك جدا، ده مريب. مولي، في حاجه تحبي تقوليها؟ دي صدفة، أنا لازم أمشي. أنا عملت بورد جيم رائع. تيك تاك تو. بنات تلعبوا؟ أنا ألعب. امسكي المشروب بتاعي يا مولي. القواعد زي تيك تاك تو بالظبط. أنتي هتلعبي إكس. أنا كسبت. أنا محتاجة ورق التويلت. شكراً. اتفرج، ده دوري. وانت خسرت يا صديقي. فاشل. ايه الموضوع؟ كله مستني ايه؟ في طابور يا صاحبي. الحمام مشغول. هاي، ممكن تسرع؟ ايه الأخبار؟ انسوا الموضوع، دي أوضتنا من هنا ورايح. باي. لازم هنبني حمام جديد. أو. مفيش رمي مهملات تاني. واو، ايه ده؟ تذكرة ذهبية المدرسة داخلية. أنا جاية. هاي، أهو، والشنطة بتاعتي. ده ليك. هاي، أنا البنت الجديدة. هي جت منين؟ أهلا بيكم في جامعتنا للواحد في المية. أنا نفسي على وشك أكون مليونير. أنت مين؟ وإزاي دخلتي الجامعة بتاعتي؟ أنا معايا التذكرة الذهبية. فهمت. تعالوا من هنا. ده تمن تأجير اللوكر. كاش. شكرا. شكرا. فين اللوكر بتاعي؟ كاش ولا شيك؟ ده كل اللي معايا. ها؟ فهمت. اوه، اللوكر ده بتاعك دلوقتي. مطرب قوي. مش مشكلة، ده هيكل عظمي. عملتها فيكم. هزار سخيف. اتفضلي. أوضتنا شكلها كويس. السرير ده بتاعي، أنا هنام هنا. وأنا فوق. طب وأنا هنام فين؟ في الصندوق. إليوت، أنت ليه هنا؟ دي أوضة البنات. فين البنت الجديدة؟ في الصندوق. انتي بتهزري؟ السرير بتاعك هناك. سريري الخاص. دا
ده إليوت، هو أكتر شاب وسيم في الجامعة، لازم شكلي يكون رائع. إحنا هنهتم بالموضوع ده، سلمني على أهلك. إليوت، هاي، شكلي كويس؟ واو، رائعة. أنا ممكن أحط ميك اب، فراولة، طبعاً. أنا ممكن أحولها لملمع شفاف وبلاش. ها؟ بص عليها، شكلها مجنون. أنا بلغت شوية. رجعي الفراولة تاني في المطبخ. أسفة. فستاني جديد جميل. وقت تغيير اللبس. اللبس ده موضة قديمة. واو، بما ان محدش محتاجه انا هاخده. ايوه اكيد. اوه يا ربي، البطارية خلصت. انا محتاج تليفون جديد. احنا كنا فين؟ واو، ده هيكون مفيد. الشنطة دي ولا دي؟ مش محتاجة تفكير. ليه ممكن ترمي حاجة لطيفة؟ تخفيض، إصدار محدود، بسرعة. واو، ده كان نجاح كبير. كلاسيك كيمياء هيبتدي، وانتوا ما جيتوش مستعدين؟ دلوقتي ممكن نبتدي الاختبار بتاعنا. امزجوا المادتين وهناخد فلوس. واو، مستنيين ايه؟ يلا جربوا. واو، اعتقد ان انا ممكن اعمل ده. اديني دول. ليه لازم اشتغل مع كورتني المفلسه؟ مين اللي بيخلق؟ المفتاح ان احنا نعمل كل حاجه بالترتيب الصح. لا، بتعمليها غلط. انتي اللي بتعمليها غلط. نفعت، ادهولي. اوبس، نجحنا. كورتني، انت رائعة. ده كرتون، وكل ده غلطتك. برافو، اشتري اي عربية بعد كده. انا عايز رموش سميكة اكتر وأطول. أنا هعمل ماسك خيار. العناية بالبشرة شيء ضروري. ها؟ أنا عندي سكراب قهوة. إحنا هنلمع النهاردة. أها، التسريحة بتاعتي أنا كمان كويسة جدا. رجعي أقلام الرصاص بتاعتي مكانهم تاني دلوقتي. لو محتاجهم قوي خدهم. فستان جديد بتاعي معمول مخصوص. أطقم لطيفة، ممنوع اللمس. إليوت، هاي، شكراً على الورد. كورتني، ده ليكي. أنت طيب جداً. أنا عايز أعزمك على أغلى مطعم في البلد. ده مش ممكن يكون بيحصل. استنى ثانية، أنا هغير. يا ترى ألبس إيه؟ عندي فكرة، مفرش الترابيزة ده هيكون فستان ستايلش. أنا جاهزة. شكلك رائع. شكرا، يلا بينا. ازاي؟ ايه رايك في الاكسسوار الجديد بتاعي؟ ده ذهب خالص. واو، مبهر. انا عندي فكره. ها، عجبك الاكسسوار بتاعي؟ ستايلش مش كده؟ مبتذل جدا. يلا يا إليوت، بطلي تسرقي الاكل. أنا زهقت من ده. أنا هحول اللوكر فوضى ده لأكتر لوكر لطيف في الجامعة. هنضف كل التراب وشبك العنكبوت.
غطيفر. وهحط ستيكرز رائعة على الباب. الفلوس اللي تحت رجلي هيكون شكلها لطيف جنب الحيطة. حبيته. أنا عايزة أشتري اللوكر ده. لا، أنا هدفع أي حاجة. مش مهتمة. ها؟ الأصوات دي مضحكة. إيه مشكلتها؟ أشتغل ككاشير؟ لا. واضح إن عندها كابوس. المسكينة. أنتي غنية. نامي كويس. فلوس. ده رائع. نتيجة الامتحان. بنات، سيء جدا. كورتني، هاي. مبروك. شكرا. أليت، جبت اف تاني. أهلي هيتعصبوا جدا. اف؟ أنت ليه متضايق؟ أوه لأ، ماما عرفت. أنا انتهيت. ها؟ أليت، أنا هساعدك. أنا ممكن أشرح لك أي حاجة أنت شايفها صعبة. هومر كان شاعر إغريقي قديم ومؤلف الإلياذ الأسطورية. 100 + 100 + 100 تانية تساوي 300. عرفتها. أورم معدن كريم. فهمت. أليت، أنت عملت أحسن بكتير النهاردة. برافو عليك. أوه، أنا مدلك يا كورتني. أوه، مش مهم. الوقت أخيراً جه. الخريجين بتوعنا هيستلموا الدبلومة بتاعتهم النهاردة. أليت، مبروك. كورتني، أنا فخور بيكي. لكن أنتوا ما عندكمش فرصة. إيه؟ ليه؟ صورة للذكرى. أليت، حبيبي، يلا نشتري طيارة تانية. مش يخت تالت. بصي على الشنطة دي. هديها. واو، احنا فين؟ المكان حلو قوي. يلا ننقل هنا. ليه؟ بصوا لقيت ايه؟ خامات بنا. ساعدوني نبني الأوضة السرية. اتفضلي هو. هنحتاج الألواح دي في ايه؟ اتفضلي في تاني. أنا عندي حاجات أهم أعملها. تقريبا خلصنا. دول آخر اتنين. واو، بصي. واو، مدهش. ليه؟ اصحي. عايزة ايه؟ بصي عملنا ايه؟ شغل هايل، لكن ناقصنا حاجة. عرفت؟ يلا نستخدم السحر. كلنا مع بعض دلوقتي. هاي. ممتاز. اصحي يا ليل. يلا نشوف طلعت ازاي. عجبتني. وفي مكان افرك جسمي وانام. ليل ممكن تنام في اي مكان. انا محتاجه مرتبه للنوم. واو، انا كمان ممكن استخدم واحده. تمام. صبح، ممكن تساعديني في شيل المرتبه؟ طبعا، قوه الرفع. هحط لها المرتبه هنا. اوبس. اه، دي بتوجع. وجعتي دراعي. انتوا ليه مش سايبيني انام؟ اسكتوا. غزل بنات. عايزه واحده؟ اكيد. اه، ده سكر نقي. شكرا، لكن مش لازم اكله. اوتش.
إيه ده؟ واو، غيوم مدهشة، حبيتها، هستمتع بالمنظر. واو. جميل، لكن ناقصها حاجة. واو، ما ظل بدولار واحد. وادي الطلب. لكن إيه ده؟ مقلب؟ دي ليها تعليمات. ضيفي بس المية. أوكي، هجرب. واو، نفعت. دي حلوة قوي، وهكون أحلى بإضاءة كتير. ليلة تقليدية، أنا كمان هزين أوضتي. عايزة ورد كتير. واو، مدهش. إيه الريحة دي؟ ورود، مش شكلهم جميل؟ هي الأعشاب دي جت منين؟ أوبس، ما كانش قصدي. عجبتني. قصص رواد الفضاء حلوة قوي. إيه ده؟ أوبس، غلطتي. أوتش، ليل، خلي بالك. أسفة. واو، خوذة حقيقية على مقاسي بالظبط. إيه ده؟ القمر من السور مباشرة، شكله هيكون هايل على الحيطة. الخوذة شكلها حلوة عليا. أوضتي مش ملونة كفاية. عرفت، أنا هعمل زينة حطي بنفسي. الفراشات هتأدي الغرض. أنا جعانة. أنتي بوظتي كل حاجة. أنا آسفة قوي، ما كانش قصدي أعمل كده. واو، أنتي مدهشة. شكرا. ممكن أستخدم إيه تاني للزينة؟ أوه، الكرسي ده ممتاز. واو، أنا عايزة ده وده وده. أوه أيوة، ومراية. خطأ، الفلوس مش كفاية؟ كده مش كويس، كنت عايزة المراية دي. واو، المحاولة نفعت، أنا جميلة. هي ليلى راحت فين؟ أهلاً، في حد هنا؟ أنا عايزة أنام قوي، دي غريبة. اصحي، أنا صاحية. بصي على الوقت، مش هينفع تنامي دلوقتي، روحي أوضتك. أنا اللي هنام. ليل ممكن تستخدم المنبه كمخدة. تمرينات الصبح بتعمل اختلاف كبير. يا بنات، يلا تعالوا معايا بسرعة. ليل، مش هتيجي؟ كده مش هينفع. ليل، دي مش سامعانا، يلا نروح من غيرها. هو في حد بينادي عليا؟ أظن لأ. أنا عايزة دايرة، وأنا مثلث، وأنا هختار مربع. خلي اللعب يبتدي. هعمل أول حركة. دلوقتي ده دوري. لو عملت مزج للكيماويات دي مع بعض. بنات، إيه اللي بيحصل؟ بنات، إحنا لسه في الكلاس. أهلاً، سامعيني؟ هما مشغولين في اللعبة. جيم أوفر. لأ، أنا كنت هكسب. استنى، أنا هخبي اللعبة في اللوكر. الباب اتقفل. نانسي، اتحركي. طب دلوقتي فين لعبتنا؟ احنا بقينا فين؟ ايه المكان ده؟ اهدوا، أنا هلاقي طريق للخروج. أو لأ، إحنا مش هنطلع من هنا. ما تخافيش.
أوه، اللعبة بتاعتنا دي هنا. ده مخطط لأوضة سرية وإحنا هنبنيها. المهم الأول إحنا محتاجين نتخلص من الفوضى دي. ممكن تنظفي المكان؟ كل اللي محتاجين نعمله إن إحنا نخرج المهملة. ده كان لذيذ. في الهدف نجحنا. زلزال. بنات إيه ده؟ هولي، دي أعمدة بناء أساسية. وملاحظة، كل اللي عندنا ثلاث أعمدة خشب. ده مش كفاية، محتاجين 10 زيادة. 3 + 10 يساوي، خدوا بالكم، 10 زيادة اللي هنا وهضمهم من الزاوية المناسبة. المفك الكهربائي هيساعدني. خلاص، واو، انا كمان هجرب. نانسي، السكتش ده هيساعد. واو، ده هيوضح كل حاجة. ده صحيح، انا هعمل افضل ما عندي. الاول يلا نعمل ده بالمنشار. وقت المفك الكهربائي انا كنت هوقعه. واو نانسي، انتي عملتي شغل هايل. اكيد، برافو عليكي يا نانسي. خدي بالك، الهيكل خلص. احنا محتاجين حيطان دلوقتي. بالظبط كده، الكل يجي ورايا. احنا وصلنا. حطوا الخشب، ارجوكم خدوا بالكم، ده صعب قوي. قربتوا، خلاص، برافو. دلوقتي محتاجين نعمل التنجيد بسرعة. ماري، انتي بتعملي شغل هايل. انت بتعمل ايه؟ ركز في شغلك. خلاص، واو، بس لسه في حاجة ناقصة. كيا، اتحركوا، احنا هنمشي. استعد يا خشب. كيا، دلوقتي بقى عندنا شبابيك. ماري موهوبة بجنون. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اوه لا، دلوقتي بقت جاهزة. ملاحظة، شيلي الخوزة بتاعتك. طيب فعلا دي فرشة. انا بحب ارسم. انا هزين الحيطة بتاعتي بمربعات، وعلشان ده هعمل استنسل من شريط اللزق. واحد، اتنين، تلاتة، انتي خسرتي. نانسي، هاي، لطيف قوي. اوه تاني، اسفنجة كبيرة. انا في الواقع عارفة هعمل ايه بيها. الدهان الابيض هيكون مناسب جدا. بالبساطة دي الدايرة بقت جاهزة. عجبني، الدهان نشف، اللزق بقى جاهز. جميل جدا. وقت ان انا كمان ازين الحيطة. اي حاجة غير المربعات. المثلث قصة تانية تماما. علبة سبراي. اول واحد خلص، لكن انا لسه محتاجة تاني. خلاص، انا مشغولة هنا. المكان ده محتاج لمبة مريحة شكل دايرة. اوه ايوة، دي مناسبة جدا. افتحي النور. انا كمان محتاجة اباجورة، واحدة لشكل مثلث. ده مش نافع. ماري ارجوكي اعملي لي اباجورة. طيب هعملها. يس، اتفضلي. واو، دي هايلة. انا هحطها هنا. رائع، وواحدة ليا لو سمحتي. طيب هعملك أباجورة على شكل مربع. يس، دي رائعة، مش عارفة أشكرك إزاي. أنا لقيت مراية. أنا محتاجة أسرح شعري، وأنا لازم أعمل الميك اب بتاعي. طيب استخدموا المراية دي زي ما تحبوا. أو لا، وشي بقى مثلث وأنا مربع. مسلي جدا.
خدي المراية بعيد دلوقتي. طيب بيتهز تاني، خدي بالك من راسك. دي علبة وجوه هي أساسيات للخياطة. أنا هختار بنفسجي، الأصفر بتاعي ده لطيف. أنا فاضلي البينك، أنا هخيط مخدات. إزاي بتستخدمه ده؟ أنا ما عنديش فكرة أعمل إيه. أوه نانسي، الإبرة دي بتيجي معاك؟ طيب المخدات جاهزة. نانسي في مشكلة، شكلها مش مخدة بالنسبة لي، هي مش هتقدر تتعامل لوحدها. نانسي خليني أساعدك. هولي إحنا محتاجين مساعدة هنا. شكرا لكن أنا كويسة. طيب أنا هساعدك، مفيش تحدي قوي. أوه يا ربي، في إيه المرة دي؟ كل سنة وأنتوا طيبين يا بنات، إحنا هنعمل حفلة عيد ميلاد ببالونات ورق ملون. أنا هاخد اللي باللون الأبيض. ممكن تاخدي بالك أكتر؟ أنا زينت الأوضة بالأضواء. نانسي أنا كمان بحب البالونات، وإنتوا كمان؟ أنا عارفة، أنا هعمل أعلام. هايل هولي، لو سمحتي اعملي لنا كمان إكليل. طيب ما تبصيش، الزينة خلصت. مثلث، دايرة ومربع كلهم مع بعض. ايه ده؟ احنا وصلنا للنهائيات، انتصار. احنا هناخد جوايزنا تاني، وافضل بنايين غرفة سرية هما. استنى هنا، احنا كمان مشتركين في المسابقة. اوبس، ايه دي قلة ذوق؟ احنا بنكسب كل سنة، ده مش عادي. المسابقة المرة دي هيكون فيها منافسة. هما بيعملوا ايه؟ هاي احنا هنبني هنا، احنا هزمناكم فعلا فعلا. اختي ليل، كفاية نوم، لازم نشتغل. مش مشكلة، انا ممكن اعمل الاطار لوحدي. الشنطة بتاعتي فيها كل حاجة. هو ده ليل، اتحركي. واو نفعل، مين الأسرع دلوقتي؟ مش ممكن نكسب، احنا هنكسب. أنا حبيته، أنا كمان. احنا هنكون الأبطال. ليل لسه صغيرة، احنا محتاجين نرتب أوضتنا بطريقتنا. ممل، ده ممتع، ايه رأيك؟ ليل؟ هي لسه نايمة تاني. فكرت، ايه ده؟ ديليفري، ها توقيت هايل. هاي راسي، ليل انتي هنا؟ اوضتي خلصت. اضواء، واو انا عايزة نفس الحاجة. عندي فكرة، نجوم تعالوا هنا. مسكتكو، هتزينوا الحيطة بتاعتي. واو. بعد كده التل. اوه ايوه بالظبط زي ما انا عايزة. ايه رأيك يا اختي الصغيرة؟ ايه المأساة اللي انا شايفاها دي؟ مفيش حظ سيء تاني، يلا نستعمل شنطتي السحرية. اوبس مش هينفع، دي فاضية. في الحالة دي هنعمل حاجة تانية، سحر. سحرنا بيكون أفضل لما نكون احنا التلاتة مع بعض. سحر؟ أنا هبني الإطار بنفسي. مش مهم، أيوة
خطة كويسة. أيوة كده، أسرع شوية. أوه أيوة، جميل، استمروا. بس ده سرنا. واو، نجحنا. بيربل قربت تخلص. مكعب روبوت، تسمحي لي؟ بالتأكيد. أوبس، المكعب بتاعك مختلف شوية. أوه أيوة، دلوقتي الأرض بتاعتي بقت حلبة رأس. هي دي موسيقى شغالة؟ إزاي؟ واو، في حفلة حقيقية. دول كمان عندهم سماعات، ممكن أستعمل واحدة وواحدة كمان. هاخد الكراسي كمان، التلاتة. ايه ده كان ايه؟ اوبس. انا هدفع، شكرا. ياي، يلا نحتفل. الميكروفون. او ايوه، انا نجمة. استنوا، دي اوضتي. ده مش مكانكم للأسف. حلبة الرأس ما تستحملش غير نجمة واحدة مع كرة الديسكو بتاعتها. أنا عجباني جدا، أنا حتى ممكن أكتب أغنية جديدة. إيه اللي بيحصل؟ مش قادرة أنام، أنا عادة بنام بسرعة. لا 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 لا، أختي إيه اللي حصل؟ أنتي ليه لسه صاحية؟ مش عارفة أنام. أنا هساعدك. أحلام سعيدة. أنتي بتعملي إيه؟ الخطة بي دي اللعبة الدوارة للأطفال. أحلام سعيدة. شكرا يا أختي الصغيرة، أقل حاجة أقدر أعملها. ده ممتاز، هاتيها. قربتي توصلي. أقفي، هنحط الصندوق فين؟ دي واحدة، أنا محتاجة أحسبها. عارفة، ممكن تمسكيه بنفسك. زينة، في كمان كتيب، يلا نشوف. الخطوة الأولى، نفتح الكتيب. هي بتعمل إيه؟ شغلي هيكون إيه؟ اتفضلي ستارة. أنا عارفة إيه اللي بعد كده. الأضواء جاهزة وصورنا المضحكة فيها. ده مرهق، أنا محتاجة أشحن بطاريتي الداخلية. هيكون أسهل لو خلصناه بنفسنا. حطينا الأرفف، الناحية دي كمان، في مكان لكل حاجة. دي حتى ما عملتش نصه. ممكن أخد الزينة؟ أعمل منها ستاير. أهلا، مفيش فايدة. أختي ساعديني. خلصنا. واحد اتنين. طيب مين اللي هيفوز في مسابقتنا؟ صحيح، المسابقة. رحبوا بالمتسابقات على المسرح، احنا هنكسب. بتحلمي؟ الأوضة السرية لليل وميسا. طيب دي مبهرة. طب وأوضة نهار وضهر؟ الفريق الجديد قدر يذهل الحكام. والجايزة هتروح ليه؟ نهار وضهر. ياي، نجحنا. لا ازاي، احنا نستاهل المكسب، لكن للأمانة مش احنا بس، الجايزة بتاعتكم. انتوا بتهزروا؟ ما كناش هنقدر نعملها من غيركم. شكرا. واو اختي، مغامرة جديدة مستنيانا. الفضي هو اكتر معدن فاخر، الذهب افضل بكتير. الأوضة كمان هتكون ذهبي. لا، هتكون فضي. ذهب، فضة، ذهب، فضة. أوه لا، اتفضلي. كل حاجة باظت، أنا لازم هعمل أوضتي الخاصة. إيه الزرار ده؟ يلا اضغطي عليه. هي بصي، كله اتبنى. أوبس، ده هولوجرام. فضة فاشلة.
لو عايزة تقعدي لازم تبنيه الأول، ده هياخد وقت طويل. أنا عندي فكرة أفضل، ارميهم. أوكي. واو، دلوقتي ده شيء رائع. طيب لو هي نفع، ممكن تحذفي حاجة أكبر؟ لا، دي كانت فكرة سيئة. واو، فضة بتكون جميلة حتى لما بتعطس. ممكن ألبس إيه؟ لا، مش النهاردة. إيه؟ حاجة فاضية؟ أنا هعلم أختي الصغيرة درس. هي دي حاجة شريرة قوي؟ لا، ما أعتقدش. إيه؟ فستاني! عملتي إيه فيه؟ شكراً، دي فكرة رائعة للزينة، شكله حلو. الحيطة بتاعتي بتلمع زي كرت الديسكو. آه، شريرة! أنا هوريكي مين الباص هنا. أهو البوكس الجميل بتاعي، يلا نشوف. تعالي لي يا مرتبة، يلا. أهو المرتبة الذهبي وقعت. جولدي، انتي ليه نايمة هنا؟ المرتبة وقعتني. أنا هساعدك، اتفضلي، يلا نرفع المرتبة بتاعتك. شكراً إنك ساعدتيني، اتفضلي ده كشكر. فعلاً؟ آه، شكراً قوي، ده ناقصه حاجة، محتاجة حاجة لونها أصفر. لا، الموزة مش كويسة، ولا الكندي. أوه، أسفة، أنا هاخد دي. هي دي كانت الشاكوش بتاعي. أكتر حاجة أفضل من الذهب هو الذهب. مثالي، امسكي دي دقيقة، هرجع تاني على طول. أكيد يا أختي، أحب أشبك لك كل حاجة. هي إيه اللي حصل للحبل بتاعي؟ أوبس. أوه يا ربي، شكله فوضى رهيبة. واو، مرجيحة. غمضوا عينيكم. أوكي، افتحوا. طيب ايه رايكم في المرجحه بتاعتي؟ هاي جولدي، انتي ساعدتيني جدا. ايه ده، مش عادل، ازاي اطلع الدور بتاعي؟ خليكي هاديه، انا محتاجه بس اطلب سلم. الو، هاتولي سلم بسرعه. اوه لا، البنت الذهبيه دي هتتعصب. اهلا، انت شاب الدليفري؟ جميله قوي. طيب انا همشي، استنى دقيقه، دليك. شكرا، اشوفك قريب. باي يا وسيم. فين السلم بتاعي؟ ايه هو فاضي؟ ازاي اتجرأ؟ الو، انت عملت ايه؟ انت ما شفتش ان انا ذهب؟ انا محتاجه سلم ذهب. ازاي تتلخبط في ده يا ساذج؟ واو، حبيته، ده فاضي يا برو، ده فاضي، ده اللي انا محتاجاه بالظبط. حركه سهله. جميله جدا. هي يا بنت، انتي بتعملي ايه؟ فين السلاسل بتاعتنا؟ ده جزء من الستايل بتاعنا. اوبس، اسفه يا شباب، انتوا ما عندكمش مشكله في ده؟ ايوه، رائع جدا. غطا لطيف. هي بتعملي ايه؟ انا هستلفه ثانيه، هحط الضروريات كمان. طب ايه اللي بعد كده؟ سحر، شكله خلص بالنسبه لي. دي النجفه الجديده بتاعتي، انا عايزه ده كمان. هي عملت ايه يا نجفه؟ اظهري فرشه تويلت. فعلا انتوا عارفين هتكون مفيده. هي شفتوا المجتهده اللي تحت؟
واو، في مكتبة كاملة. أنا جاتلي فكرة، أنا هستدعي ترابيزة. السحر مش شغال، ليه مينفعش أكون محظوظة ولو مرة؟ هاي أهو دهان، أنتي ساعدتيني جدا. إيه؟ أنا بهزر. اتفضلي، ده سبراي فاضي أكيد. ترابيزة الكتب بتاعتي خلصت. ايوه، انا محتاجه دليفري شوكولاته ضروري. ايه، التليفون الذهب بتاعي باظ. تكنولوجيا، واو، كمان ذهب اكتر. ده شاب الدليفري، دليفري شوكولاته للبنت الذهب. اوه شكرا قوي. اوه قفله فضي، ده افضل بقشيش، هو لطيف. الشوكولاتة دي بتاعتي، شايفة؟ مكتوبة الذهب. ازاي اتجرأ؟ فويل فضي، في حد ذوقه وحش. هاي بطلي ترمي الحاجات عليا. اقولك على حاجة، الفويل ده ممكن يكون مفيد. الرف بتاع الفضي بقى جاهز، العالم الفضي الصغير بتاعي. واو، دعوة الملاهي مائية. البايو بتاعي مش مبهج كفاية، ناقصه شوية جليتر ذهبي. واو، أنا كمان محتاجة ده تاني. ليه إيدي الفضي دايما بتعلق؟ طيب إديني إيديكي، إحنا أقوى مع بعض يا أختي. فاكهة الأكتر بنت جميلة في العالم. أوه شكرا، تحب تدخل؟ يلا بص، دي أوضتنا، هرجع لك على طول. هو ده دهب حقيقي؟ دي فاكهة بايظة ولا إيه؟ مش المفضلة عندي. ابعدهم، أنا عندي حساسية. الفاكهة دي مش ليكي يا كلير، دي ليا. استنوا دقيقة، هو في اتنين منكم؟ كده كتير قوي، ليه كل شوية بتبوظي كل حاجة؟ دي مش غلطتي، دي ليكم يا بنات. بطلوا خناق. بابت، الفضي بتاعي. Thank you.